بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، راعي نهضتنا الشاملة وقائد مسيرتنا الظافرة، لقد أسعدنا الزمان بهذه اللحظة التاريخية بلقائكم لكي نعبر لكم عن فرحة اللقاء، ولكي نرفع لسموكم أسماء آيات العرفان بالجميل لما أوليتمونا به من رعاية وفضل، ولما نلمسه دائما من كل خطوة من خطوات حياتنا من تشجيع وتأييد وإرشاد وتوجيه. فلقد رسمتم لنا معالم درب التفوق ورفعة وطن العزيز، وغرستم فينا بذرة العطاء والولاء والفداء للكويت الحبيب وترابه الطاهر وسمائه الصافية وشمسه المشرقة بالعز والرخاء والنماء المستمر. إنما تتفضلون به من حوافز معنوية ومادية للنابهين من أبنائكم في شتى الميادين سيبقى أثره فاعلا لدى الجميع حتى تثمر الأشجار التي زرعتموها خيرا للوطن وفداء للأمير وعطاء لشعبنا الطيب الأصيل. ونعاهدكم أمام الله أن نظل دائما وأبدا أوفياء للعهد صادقين للوعد، وأن نحقق أملكم فينا، وأن نكون طلع جيلنا المخلص للكويت وشعبها وأرضها. وليحفظكم الله ذخر البلاد وليحفظكم الله ذخر البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة مقدمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد. قالوا كويتي قلت راضي وممنون، أصلي وفصلي والسكن ولولاده، أقولها للناس والناس يوحون، خسران من ينسى وينكر بلاده. ذي ديرتي اللي بغيته وتعرفون، دار الكرم والجود الدار المجاهدة، دار الشجاعة ديرتي يشهد الكون، بنوبها يوم القبائل تعادة، دار لنا بالكود واللين والهون، شاركتها بحزانها والسعادة، داري وراع الدار للدار مديون، والدين لازم ينبقى له إعادة، أدعي لها بالعز والفوز والعون، أطلب لها والقلب هذا مرادة، في حبها يا ناس مبلي ومفتون، حب عميق ناتج من فواده، ما عافها لو عادلوها بمليون، والكذب ما ظني وراه استفادة، يقول من عاش بالحضن محظون، عز ورخى عندي لقولي شهادة، دون البلد ما نخاف ولا نذلي، اللي قسم لك يجي لك شي ماكود، واللي يخون الوطن خله يولي، نذل ولاه بحسب الشعب معدود، في ظل حامي وطنه شيخنا اللي له ماقف واضح بالعين مشهود، خلى وطنه في الكون متعلي، طور بلدنا وجاب العز والفود، سلام يا شيخ فعوله حميدة، سلام يا شيخ له المرجلة كار، إعداد ما يكتب وسط الجريدة، وإعداد ما هلت هما ليلة الأمطار، وإعداد حرف كتبه بالقصيدة، سلام باللي له معزة ومقدار، شيخ
شيخ ولد شيخ شجاع وليده، يعلي يكثر جنس جابر بالاقطار، ابو مبارك كل موقف يجيده، مواقف الاشراف لا صار ما صار، شيخ حكم في دارنا عاد عيده، الله يجيره من صواديف الاقدار، المنطقه من حكم جابر سعيده، الشيخ ابو مبارك ذرى كل محتار، شيخنا رائه كل ابوها سديده، ما هو جديد بالعمل نسل الاحرار، يبني ويبذل وقلبه من رصيده، ولا خير في مال ما هو عز وستار، الدار جنه وابو مبارك عقيده، الله يجير الدار من كل غدار، يعيش شيخ له محبه شديده، وتعيش دوم كويتنا بعز وستار، عاش الامير ومن تعين عضيده، ولي عهده طيب علم وذكار، ابو فهد نظرات عينه بعيده، بالعون من حطه حكيم بالافكار، صلاه ربي في ختام القصيده، على نبي بعثه الله مختار، سلامتكم. Thank you.